ومواجهة الآن في رابع تسديدة للمنتخب الإماراتي. عبد الله بيتقدم ولكن يصدها وسيم حميد ويضيعها عبد الله. القادمة لو سجلت فازت العراق. شوف هنا التسديدة راح لها بذكاء وقدر ان هو يتصدها بطريقة رائعة ويضيعها عبد الله. يبقى 4 العراق 3 الامارات والتسديدة الأخيرة. هالكورت جعفر هو اللي بيتقدم. هالكورت جعفر ويصدها يا ولد، يصدها حمد المجبالي ويعيد المباراة إلى نقطة البداية. يصدها هايل حمد المجبالي. وهالكورت جعفر اللي كان متقدم كده بكل ثقة، شوف رايح بكل ثقة وحطها في الزاوية اللي بيدور عليها أصلا حمد المجبالي من أول ركلات الترجيح. يعني هالكورت لو كان راح وقال لك هحطها في الزاوية اليسرى كان ممكن على فكرة يعمل فيها حاجة، لكن هو سدد بثقة كده ورايح بكل ثقة وهو يعقبه ويتألق فيها حمد المجبالي. تسديدة الخمس دي لو ضاعت المنتخب العراقي فاز. العراق من 5 تسديدات مسجل 4. تقدم الآن وتسديدة ويصدها وسيم حميد ليفوز المنتخب العراقي على المنتخب الإماراتي. المنتخب العراقي لمواجهة المنتخب الأردني على 5 والـ6، والمنتخب الإماراتي لمواجهة المنتخب التايلاندي على 7 والـ8.